السلام عليكم بنات، لاباس عليكم؟ نتوما على خير؟ اخبار صحيحه؟ الامور على خير؟ ها هما الشكيوات والكريدسات والجديد، ها هما كيفاش نديرو انايا. وهكا احنا نهار العيد كله تيدوز، ما تلو حتى شي حاجه في الحولي، تلو يلا البطانه والبطانه، وكنت نصايبها دابا غير حك عندي الحساسيه، ما بقيتش عندي مع شي حاجه ديال الصوفه، هي اللي ما بقاش نصايبها، راه حتى شي حاجه ما تلاحت من الحولي، حتى من المصار نشوف كيفاش رديتهم تنكرطهم. مني تندبحوا الحولي وانا ما عندي لا بنت لا والو، غير بوحدي، وانا تنكرط المصار، نغسل الكرشه، نصايب الجديد، نصايب كل شيء، عاوتاني الله غدا ديال العيد عاوتاني هكذاك. ايوا هذا هو العيد، بحال هكايا بهذه الطرق ديالو، بهذا الطقوس ديالو، باش يكون العيد زوين. البنات شوفوا شنو عندي انا هنا، هادو طريفات ديال اللحم، وفيهم حتى شويه ديال دوك اللحم اللي تيكون اللحم هكا فيه الحيمه، وتتكون فيها هكا الشحيمه. هادو غادي نعمرهم في المصران، هاد المصران هذا اللي غسلته، داكشي اللي تيكون فيهم الشحم تنغسلوهم وتنعمرو فيهم المصارن. دابا راه هنا غادي درت هنا التوابل وداكشي، باش ما كاينش اللي تيصور ليا داكشي، علاش جميع التوابل تنديروهم، وتندير واحد البصله تتكون فيها هكا، تيديروها في هنايا في الصحراء، تيشدوا البصله وتي في هكا في الصيف تيقطعوها وتيبسوها، ومن بعد تحمروها في شي مقله ولا في الراح ولا شي حاجه، وتيطحنوها اما في الرحه ولا في الاله الكهربائيه وصافي. ومن بعد تيبداو يديروها القديد والكرداس. دابا انا القديد والكرداس راه دايره، راه عندي هنا فلاشين، عندي القديد راني دايره، وعندي الكرداس راني دايره. اللي بغى يدخل هنا لاشين ويلقاها، يلقى القديد ويلقى الكرداس. دابا تنوري لكم غير هادو، باش حيت هادو اللي كنت معمري ما عمرتهم، دابا راه غادي نعمرو، غادي نوريكم كيفاش تنعمرهم، وغنصورهم لك كيفاش باش معمرهم. وريت لكم غير بان الطريفات تنقطعهم رقاق صغار وتنعمرو بهم، هذا تيجيو بحال السوسيط. هادي الشحمه انا درت غير واحد الكميه قليله، حتى من بعد نكمل داكشي، درت غير هاد شويه باش نصور معاكم. هادي الشحمه تندير لها التوابل، وتندير ليها حتى هذيك البصله والقزبر حبوب مدقوق، وتنديرها بحال هكا تتبقى عندك حتى ما عرفت شحال، ما تتعطي ريحه، ما تتبدل الريحه ديالها ما والو، تتبقى ريحتها زوينه. بغيتي تدير الخبز بالشحمه، بغيتي ديري اي حاجه تتبقى لك الشحمه زوينه، بغيتي ديريها في الثلاجه لتحت ديريها، بغيتي تخليها غير في البوطاجي ما تيطرى ليها حتى شي حاجه، تتبقى مزيانه. هذه الشحمه هنوريكم بعدا. هذا الكرداس، هذا الكرداس انا درت ليه التوابل هنا، جميع التوابل درتهم، تديروا التوابل كاملين السودانيه كلشي، وتديروا هذا سانوج، الحبه السوداء هذه، ها هي الحبه السوداء او السانوج، وتندير سميتها الحلبه حتى هي، ها هي كاينه هنايا، ها هي الحلبه والعطريه كامله، وتنزيد عليها هاد البصله، هادي البصله اللي تصايبوها هنا في الصحراء، تتكون بحال هكا مطحونه، حتى هي تنديروها هنا. وعاد تنديروا هاد الخل، هاد الخل دابا تنصايبوه 10 ايام قبل من العيد، تيكون راه عندي دايره فلاشين بحال هكا، تناخذوا الماء ديالو وتنديروه على الكرداس، تنكبوه هكايا على الكرداس. الكرداس ما تنكتروش عليه الماء بزاف، باش من بغيو نعقدوا الكرداس ما يبقاش يزلق لينا، وتيخليه ما تيخسرش. هاد الطريفات ديال اللحم اللي غنعمر بهم حتى هما، تنديروا لهم هاد الخل باش يخليهم مزيان. الشحمه لا، الشحمه تنخليوها هكا صافي، تنديروا لها هاد العطريه ونبقاو نفركوها مزيان حتى تدخل فيها هاد العطريه كامله، والملحه وكلشي، حتى هنا كاينه الملحه، حتى
حتى هنا كاين الملحه، ضروري الملحه. المصارن حتى المصارن دابا راه باقا غادي نزيدهم التوابل وغادي نعمرهم مزيان، وندلك هادشي كلشي غادي ندلكو بيديا وعاد نعمرو. حتى هاد الكرداس هذا غادي نعمرو حتى هو. هادي هما ديك الكرشه اللي كنت شفتو معايا فاش غسلتها يبستها، ضروري خصها تيبس وعاد غادي نكردسها. دابا نوريكم الكرداس. الريه حتى هي نشرتها، قطعتها ونشرتها. سميتو دوك المصارن، الكبده، داكشي ماشي الكبده، عاود بلا مشرشي. الكبده درتها في الدواره ودرتها في وشويناها صافي. هنا كاينه غير الريه والمصارن والكرشه صافي، هادشي اللي كاين هنايا. وغادي دابا نعقد هادشي حيت ما كاينش اللي صور ليا. غادي نعقد هادشي هذا ونعمر هاد المصيرنات ونعاود نرجع معاكم ونوريكم الجديد راني صايبته ونشرته. واللي بغى يشوف داكشي كلشي بالتفصيل يدخل عندي اللاشين، يدير عالم فاطمة ام امين. الكرداس راه كاين، الجديد راه كاين، وانا ندير لكم حتى هنا، نحط هنايا في هذا الفيديو هذا غادي نحطهم لكم وتدخلوا ليهم بسهوله. تنعاود نرجع معكم بيد ما نعمر هاد المصيرنات ونوريكم الشحمه كيف دايره والكرداس وكل شيء. هي هذه الشحمه البنات، شوفوا كيف درت لها بالتوابل بحال هكا، تتبقى زوينه ما تعطي لا ديك الريحه الخايبه لا حتى حاجه. تنعمرها هنا في القرعه، ويمكن لكم ديروها غير في التحت ديال البوطاجي. انا راه تنديرها غير في التحت ديال البوطاجي وتتبقى مزيانه غير في القريعات هكايا، وتنبقى فين ما نبغيها نجبدها. عرفتي غير جربوها وزوينه تجي. وديك ديال البقره اللي تتكون قاصحه ولا هذا، هذيك تندوبها حتى شي مره نديرها معاكم. هذه دابا ديال الغلمي قطعتها هكا طريفات صغارين، قطعتها بحال هكايا طريفات صغارين وصافي. دغيا مني تتكون ديريها مع الخبز والشحمه دغيا تنولي ندقها هنايا في الجنوب، تنولي ندقها هيايا والخضره هي والخيزو والفلفله البصله داكشي الربيع كلشي تندقوها وتنديروا دوك الخبيزات بالشحمه تيجيو زوينين. ايوا دابا هكايا غنسد عليها وغادي نخليها غادي تبقى عندي حتى شحال ما بغيتي، حتى عام، وهي راه قاعده تسالي قبل. انا راه ما تندرش فيها داك الملون حيت ما تيعجبنيش داك الملون ديال الكاغيط، درت فيها غير التوابل هادو. هذا البنات الخل ديال الاعشاب، الخل اللي تيخلي الكرداس زوين ويخلي القديد زوين. حتى دوك الشكيوات اللي درت معكم راه تلقاهم هنا في الفيديو، حتى هما درتهم ليهم، ولكن تندرو بالقياس. القديد تندرو شي قصعه، راه تلقاو كلشي عندي هنايا في فلاشين، راه غتلقاوهم. غادي نحطهم لكم هنايا، تلقاهم هنا الفوق. هذا هو الخل، صايبتو بيدي 10 أيام قبل من العيد زعما نصايبو بيه. وهنايا تتلقى هادي هي تيقولو لها الحيت الشيخ، هذا الزنبوع، داك الليمون اللي تيكون تنشريوه يابس، راه يابس هذا. ودابا تيطلق هكا، وبزاف ديال الأعشاب غتدخلو عندي لاشين ديال هنايا في هذا الشي ديال الخل اللي صايبتو. وغادي تلقاو هذا الخل هذا، هذا راه زوين حتى يمكن لك الناس فاش يكونوا كلاو اللحم هنايا، الناس ديال الجنوب فاش ياكلوا اللحم بزاف ولا شي حاجه تياخذوا كويس من هذا الخل هذا وتيشربوه. حولي على السطح، تياخذوك بحال هكا وتيشربوه، تحيد ليهم الدخمه وداكشي ديال هذا. هذا راه زوين، هذا تيصايبو بيه القديد الكرداس كل حاجه، عامر بالعشوب، العشوب الطيبة، العشوب زوينة وفيه الملحة فيه كل شيء. هذا صايبته أنا قبل من العيد. دابا راه صايبت به الكرداس، صايبت به دوك الشكيوات، صايبت به القديد، كل حاجة. وتناخدو تاني واحد القطعة تنسميوهم المقلة، تناخدو قطعة ديال اللحم اللي تنديرو بهم
الشوا وتنقطعهم تنديرهم في واحد المقله وتنزيدوا عليهم شويه ديال الماء ديال هاد سميتو وتنطيبوهم بحال اللي تنطيبوا اللحم المغدور. طيبوهم هكا في المقله تيجي تاني بهاد الماء هذا تيجي رائع. تنديروا التوابل وهاد الماء وتجي ديك المقيله زوينه. هاد الفيديو درت لكم من كل فن طرف، كل شيء درت لكم منه شويه، وغتلقاو الفيديو عندي دائما تنكررها بزاف. تلقاو الفيديو ديال الكرداس وديال القديد وديال هذا الخل، هذا تلقاو عندي هنايا في هذا الفيديو. ها هو البنات، ها هو القديد. القديد درتو البارح حيت عرفتو كي كاينه الصهد هنا عندنا في الرزازات، والصهد كاينه في المغرب كامل. البارح جرحنا الحولي، زعما فصلت الحولي ودرت البارح درت القديت، نشرتو هنايا درتو ونشرتو. شوف الشمس اللي عندنا كيذوباتو، انا ما تنديرش فيه داك الخرقوم باش ما مثلا بغيت داك الخرقوم ديال الكاغي تندير فيه الخرقوم البلدي. وهذا هادو هما اللي وريتكم حتى اليوم عاد عمرتهم، لانش الحولي حنايا هنا عندنا راه ما تنخليو فيه حتى شي حاجه، كله تنغسلوه. تنكرط هاد المسار، نشوفوا كيفاش نردهم بحال الخيط، ردهم رقيقين. شوفوا راه بيهم عقد، بيهم عقد الكرداس بيهم. وعاد الكرشه راني درت عليها فيديو، ما عرفت واش نحطو قبل من هاد الفيديو ولا. انا تعمدت نخلي لكم هاد المصارن هادو باش تشوفوا راه حنا تنكرط هاد المصارن. تنكرطهم مزيان حتى تيرققوا تيوليو فحال هكا، ومن بعد عاد تنشفهم تيبسوا. وهادشي اللي في الكرداس الريه وداكشي كامل تنيبسوا، ومن بعد عاد تنقطعوا، ومن بعد عاد تنكرطسوا هكا. انا واخا عربيه ولكن علموني الشلوح كيفاش نصايب الكرداس، والحمد لله حك حنا عندنا تما ما تيديروش الكرداس. وهادو تيقولوا لهم هنا الشكيوات، ما نعرف شنو داير بحال الصوصيط. هادو راه عمرتهم بالطروفه ديال اللي ديال اللحم اللي تنديروا به الشوا، عمرتهم به وقطعتهم طريفات صغيورين وعمرت بهم. ايوا هذا هو القديت ديالنا. تنديروا من كل حاجه، تنديروا منها شويه شويه شويه. درت الكرداس درت، وتنعقد هاد المصارن هادو مني تنغسلهم فحال هكا، تنعقد بهم هكا بهم تنعقد الكرداس. والكرداس اللي بغى يديرو كبير يديرو، اللي بغى يديرو صغير يديرو. هادو حتى هما تيجيو معمرين باللحم، تيصايبو بهم الشعريه الروز، تيديروهم في لاصوص تيجيو زوينين. حتى شي مره نديرهم معكم ان شاء الله. وداكشي اللي اي بلاصه مشيتي ليها ولقيتي عندهم شي تقاليد ولا شي حاجه، الواحد يحاول يتعلمها ويديرها، لانش توريها لوليداتك، وماشي الواحد يبقى مشبت غير بالطريقه ديال فين عاش هو وداكشي اللي علمته امه. لا، فين الواحد فين ما مشى وعجبته شي حاجه يتعلمها ويديرها، ماشي عيب ويدق المذاقات. وراه تيجي القديد ديال هنا ديال الجنوب غزال غزال، بداك الخل اللي تيدار فيه، بداك البصله اللي تتكون يابسه مع داك العشوب ومع داكشي، تيجي بنين. وتيجي الكسكسو ديالو زوين، ولا لا القطنيات ولا كلشي. ايوا بالسلامه عليكم، حتى الفيديو واحد اخر جديد ان شاء الله. غتلقاو في هذا الفيديو كيفاش درت لهاد الشكيوات، كيفاش درت الكرداس، كيفاش مشاركش معكم على القديت راه عندي فلاشين، وعندي الكرداس ثاني فلاشين. كيفاش درت الشحمه باش تبقى عندي مده طويله ما تعطي لها مذاق خايب لا والو، تدير ليها التوابل. ها هو الطريقه اللي عندنا حنا هنايا في الجنوب، بينا مني تتكون الشتاء تتكوني ناشره القديت حتى تطيح الشتاء وتطلعي تجري باش تجمعي القديد تحيديه من الشتاء. شتي سبحان الله العظيم، راه كاينه الحراره ولكن ورزازات بارده. هانتوما الغمام ديال مدينه ورزازات، هانتوما عندنا حنا الغمام. دابا راه كنت
نشر الجديد وجهي ساعتين حيدته باش ما تمشيش هاد التوابل اللي كاينه فيه. ها هو البنات الجديد اللي نشرت معاكم والكرداس، وهادو هما اللي تيقولوا ليهم الشكيوات ولا ما نعرف داير بحال السوسيط. دابا غادي نديرهم في الثلاجة، ما غاديش نخليهم هنايا في زعما غير في الثلاجة. انا درت القديد هي كانت طلعه وقطعتهم هكا طروف هذاك الشيء اللي غنبغي، وخشيتهم هكايا في الشاشيه، ومن بعد غادي نخبيهم في حركة في الفريكو. الكرداس حتى هوايا، ها هو الكرداس حتى هوايا تبارك الله اللي غادي هاد العام ها هو داز، والعام الجاي ان شاء الله يحاولوا يديروا الكريتات يكونوا صغيورين تيكونوا زوينين هكا يكونوا زوينين. دابا نديرو بحال هكا، نخرجو منهم هاد الهواء و تنحطوهم معايا حتى هادو، وحتى الوقت ديال البرد. دابا الحال سخون الواحد ما غاديش يستعملهم في البرد، بحال هادو تيكونوا في الشعريات، يكونوا في الروس، يكونوا في كل شيء هاد الشكيوات هادو. بالنسبه للجديد راه تنديروه حنا في الكرداس، تنديروه البنات راه حتى شي مره نجيب شي راس ديال الحولي ونوريكم، راه حتى الراس ديال الحولي حتى الكرعين ديال الحولي حتى هما تيتقدوا، هما تيداروا جديد. الواحد يتعلم شويه ديال التاويل ينظم راسو ديال التاويل. المغربيات راهم حادقين تبارك الله ومتولين. دابا انا هادو غادي نديهم للفريكو تبارك الله، وغادي نخشيهم في الفريكو يبقاو. دابا ماشي بحال شحال هادي كانوا تيخليوهم غير في التحت، دابا كاين الفريكو تيبقاو عندك حتى عامين 3 سنين يبقاو هكايا ما طرا لي حتى شي حاجه. فوق ما تبغي جبدي شليهم غير بشويه ديال الماء، ما تحيدلهمش ديك التوابل ديالهم كاملين، وديروا بهم الكسكسو القطنيات اي حاجه. يلا بسلام عليكم، حتى الفيديو واحد اخر جديد ان شاء الله.